أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام. شهدت مدينة بنزرت مساء يوم الأربعاء جريمة قتل بشعة ذهب بحياتها سائح خليجي حسب مصدر أمني، وأضاف نفس المصدر أنه في حدود الساعة 10:30 ليلا وبسط أحياء المدينة تعرض مواطن إلى عملية طعن بالسكين، وفيما بعد تبين أن الهالك رحمه الله سائح قطري. وفي وقت وجيز تحولت وحدات الأمنية وبعد التحري تمكن لهم التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه، وهو عسكري متقاعد من مواليد 1984. وأما عن سبب ارتكاب هذه الجريمة فتبين أن الضحية كان على علاقة بشقيقته، وبعد المعاينات الأولية تحت إشراف النيابة العمومية التي أذنت برفع الجثة ونقلها للمستشفى للتشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، كما تم الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث إلى حين تقديمه لاحقا على أنظار النيابة العمومية لإبدائه الرأي في شأنه. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب ألطف.